يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا متزوج من امرأتين، إحداهما لديها أولاد والأخرى ليس لديها أولاد، يقول وأنا ضابط في الجيش وسوف أذهب إلى الطائف لأجل دورة هناك، فهل يجوز لي أن أخذ المرأة التي لا أولاد معها لحاجتي إلى زوجة هناك تكون معي، وآتي إلى الرياض كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب الاستطاعة؟ إذا رضيت الزوجة ذات الأولاد للبقاء، رضيت أنك تسافر بالأخرى لا بأس، ما إذا لم ترضى فلا بد من القرعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة فهو رضيع. نعم.